المرأة والطفل وما حل بهما في ظل سيطرة ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، عنوان حملته ندوة المنظمات المدنية اليمنية على هامش انعقاد الدورة 33 لمجلس حقوق الإنسان. الندوة سجلت شهادات موثقة من خلال الراصدين في معظم المحافظات اليمنية حجم الانتهاكات التي تتعرض لها نساء وأطفال اليمن جسديا ومعنويا ونفسيا، حيث وصل عدد النساء القتلى منذ انقلاب الحوثيين وأتباع المخلوع إلى نحو 410 امرأة، فيما بلغ عدد النساء اللاتي تعرضن للإصابة والتشوه إلى نحو 1300 امرأة. هذه الحرب تكون على المرأة أضعافا مضاعفة مما يعاني بقية المجتمع. المرأة والطفل هي الحلقة الأضعف، تحديدا المرأة. هناك أوجه كثير، يعني الانتهاكات التي رصدناها انتهاكات جسيمة، بعضها جسدية وبعضها نفسية، بعضها تتعلق بالمصاعب المعيشية. في الانتهاكات الجسدية احنا وثقنا حالات القتل، وثقنا حالات الإصابة والتشوه. كما استعرضت الندوة حالات انتهاك خطيرة نتيجة القصف العشوائي على المدن من قبل الميليشيات الانقلابية، بالإضافة إلى الحصار الذي طال مدنا كثيرة منها تعز والبيضاء. ركزنا على التشويه والقتل، وكان هناك أيضا استفاضة في تجنيد الأطفال والعوامل التي أدت إلى تفاقم ظاهرة التجنيد، أيضا إلى التشويه التي يحدث للأطفال بسبب الألغام، تأثير الحرب الدائرة على التعليم بالنسبة للأطفال. توصيات رفعتها منظمات المجتمع المدني لإيقاف الانتهاكات التي يمارسها الحوثيون وأتباع المخلوع صالح بحق أبناء الشعب اليمني، لا سيما الأطفال والنساء. من داخل مقر حقوق الإنسان بجنيف، نايف نوفل، الإخبارية.